وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان النبوي. الدرس الثاني بعد المئتين، وعنوانه: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل. ليس خافيا عليكم في البداية أن كل الأحاديث التي نأتي بها في هذا البرنامج حصريا من صحيح الإمام البخاري ومسلم أيضا، يعني أحاديث متفق عليها، ومنها هذا الحديث المهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة. كتاب الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون المشتاقون إلى رحمة رب العالمين، باب الجهاد في سبيل الله اهتمت به كتب السنة جميعها وأفردت له أبوابا مهمة جدا، لأن هذا الدين كان يحتاج إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يشرع الجهاد إلا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لأنه في العهد المكي لم يكن في الإمكان أبدا أبدا الجهاد في سبيل الله، لأن الأمة كانت مستضعفة وضعيفة وليس لها جيش ولا تقدر على شيء، كانوا مغلوبين وكانوا مستضعفين وكانوا. فلما هاجروا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرساء المدينة وفي بناء المدينة، بناء الدولة يعني، ففعل ما فعل من بناء مسجد أو مسجدين والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين والتسالم مع اليهود إلى غير هذا. وبينما النبي يجهز المدينة فإذا بخبر عجيب أن أهل مكة أتوا لقتال النبي، شيء عجيب، ألم أترك لهم الدنيا والجمل بما حمل؟ أرادوا مني أن أترك مكة لهم وتركتها،
فلماذا أتوا لقتلي ولقتالي؟ من هنا بدأ الجهاد. يعني أول جهاد عملي وأول حرب ضروس قادها المسلمون كان في غزوة بدر. هل كان هناك حروب قبل غزوة بدر؟ لا نستطيع أن نسماها حروبا، ولكنها كانت سرايا استكشافية لنشر الإسلام، ويغلب عليها الدعوة إلى الله وليس القتال بمعنى الحرب يعني. وهذه السرايا للبلاد والقرى المجاورة للمدينة إلى اليمن وإلى تبوك، إلى اليمن من هذه الناحية من ناحية الجنوب، وإلى تبوك آخر يعني من ناحية الشمال لتبليغ الرسالة. واستطاعت هذه السرايا إقناع كثير من هذه القبائل بالإسلام، وأتوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد غزوة بدر أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يكون جيشا، يعني يرتب جيش ويدرب الناس على القتال، ويدرب الناس على القتال. فبدأ الاستعداد لمعارك مع قريش قادمة. ومن هنا ومن بعد غزوة بدر بدأ الجهاد الحقيقي في سبيل الله، الجهاد والمواجهات الحقيقية في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق الله وحسابهم على الله. يا سلام، الله أكبر. ومرتبة الشهادة في سبيل الله هي أعظم المراتب كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. إن الله تعالى تكفل يعني ضمن لمن جاهد في سبيل الله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، يعني عنده إيمان كبير وعنده عزيمة الإيمان والرغبة في الشهادة. إن الله تعالى تكفل له أنه إن مات شهيدا أن يدخله الجنة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. من مات مجاهدا فهو شهيد، ومن انتصر فعاد إلى بيته أخذ الأجر والغنيمة من الله رب العالمين. يعني في جميع الأحوال إذا مات شهيدا هذه أعلى المراتب، وإذا لم يمت شهيدا وعاد إلى بيته منتصرا فقد أخذ أجرا عظيما، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، ليدخلنهم مدخلا يرضون. سورة الحج. الحديث مرة أخرى
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة. أخرجه الإمام البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.